السلام عليكم. دلوقتي نشوف اهم المواقع اللي بتحول الكتابه لصور. ده مثلا موقع الميدجورني، وده فعلا اقوى واحد فيهم. تمام، فكرته ببساطه ان انت بتكتب كلمه معينه فيبدا يعملها لك على هيئه صوره على طول. بتعمل ايه؟ بتدخل على الديسكورد على الميدجورني وتعمل هنا سلاش وتقول له ايماجين، تخيل، وتكتب اي كلمه انت عايزها ويبدا يعمل لك الصوره. طيب هتلاقي برضو مع في قلب الديسكورد في مثلا نايت كيف، هتلاقي ليوناردو دوت اي اي، هتلاقي البلاي جراوند اي اي، كل الحاجات دي، ستوكنج اي اي، بلو ويلو، ده برضو من الادوات الكويسه جدا، كلهم بيعتمد على نفس الفكره. وتيجي هنا تختار الروكنج اللي انت تشتغل عليه وتبدا بتكتب. ويبدأ هو يكون لك الصورة. يعني كمست البلوولو ان هو مش محدد بعدد معين من الصور، ففي ثانية عمل لك الاربع صور. تقدر تقول معي الصورة الاولى الثانية الثالثة، عايزك تعمل لي الاصدار، تعمل الصورة بالاصدار الثالث او الرابع. يعني مثلا عجبك الصورة ده مثلا رقم ثلاثة، تقول له يو 3، يبدأ ان هو يكبرها لك. في ممكن تقول له اعمل لي ريلود للصور، ممكن تقول له اعملهم لي من الفيرجن رقم 4. طيب نجرب واحد تاني زي ستوكنج اي اي. هنيجي هنا برضو ونقول له ايماجين ويبدا ان هو يعمل لنا الصور. طيب خلينا نشوف بقى ستيبل ديفيجن. بتقول له البرومت، تقدر تدخل نيجاتيف برومت، يعني حاجات مستثنيه. يعني في مثلا بعد ما عملت الصوره اكتشفت مثلا ان هو مدخل بيوت وانت مش عايز بيوت، فبتقول له ايه، يعني شيل اللقطه دي. زائد ان انت هتلاقي عندك هنا ادفانسد سيتنجز، هتدوس عليها هتلاقي بعض الاعدادات اللي ممكن تفيدك اكتر في تخصيص الصوره. هو مديك اكزامبل للصور اللي الناس بتحب انها تكونها، بس خلينا احنا نعمل صوره كده ايه عشوائي في كل التطبيقات والمواقع. فبجات لنا الصور ديت، تقدر اي واحده فيهم تدوس عليها بحيث انها تكبر. طيب تعالى نشوف موقع تاني زي دريم ستوديو. ده الموقع ده برضو فيه شوية مزايا كويسة جدا. تقدر تختار الموديل، لان هو مش حاجة واحدة بس، اكتر من حاجة. ممكن تقول له انا عايز مثلا ستيبل ديفيجن 1.5. طيب ستايل، في اكتر من ستايل، كل ستايل فيه ممكن انك انت تشتغل على محرك مختلف تماما. النيجاتيف برومت لو انت في حاجة عايز تستثنيها. ابلود ايميج، ممكن ترفع صورة من عندك وهو يبدأ ان هو يكون لك او يعدل عليها. طيب ممكن تقول له دريم. طيب البرومت ده انا هغير فيه واقول له دريم. ايمج كاونت ممكن يكون لي اربع صور او اكتر. ممكن تقول له مثلا انا عايز 10 صور مره واحده او صوره واحده زي ما انت عايز، فطلع لي الاربع صور دول. طبعا لو غيرت الموديل او غيرت البرومت او غيرت الستايل بيجيب نتيجه مختلفه تماما. طيب ده الاي من الموقع القوي جدا. يكفي ان هو تبع اوبن اي اي اللي عامله شات جي بي تي. خلينا نجرب. وعلى فكره ده يعني حقيقه ده اكتر موقع بعتمد عليه في الشغل الحقيقي. هتلاقي حتى هنا في الريسنت في صور كتيره معموله وفيها حاجات كتيره جدا معماريه. طبعا اي صورة من دول تقدر تقول له عدل عليها، تقدر تقول له عمل صورة ريندر وفي مثلا عايز تزود عليها حاجة فهو يقدر يزودها لك. فهو ده فعلا انا بحبه في الشغل بتاعي. تعالى نروح لموقع اخر، جاسبر دوت اي اي. هو عايز فلوس فهنكنسله ونشوف اللي بعده. تعالى نشوف نايت كافيه. فهاجي هنا هقول له تكست برومت بتاعتي اهيت، الموديل بتاعي، فبيبدا يقول لي عايز تختار انهي موديل. خلينا نجرب دوت. انا جربت الستيبل ديفيجن ده قبل كده، فخلينا نجرب الاس دي اكس ال بيتا. وهنا الالجوريزم اللي انت تشتغل بيه، واو في حاجات كتير قوي. تقدر تختار بقى اللي انت عايزه، الستايل، خلينا نقول له كرييت.
وهنا طبعا في ادفانسد برومت اديتور لو انت عايز حاجه ادفانسد شويه. فطلع الصور دي انا حاسس يعني عجباني الصراحه يعني. تمام دي ممتازه. طيب فوتر دوت كوم بيقول لي برضو حط الوصف بتاعك وقوله جنريت. انا توقعي ان ادوب برضو هتعمل نفس الموضوع ده في كل البرامج بتاعتها. انا بقى بتختار الستايل اللي انت عايزه ويبدا ان هو يعمله لك. بيقول لي ادفع. غالبا البرامج اللي بيقول لي ادفع بكون انا خلصت الـ الرقم اللي ليا يعني. تمام. طيب تعالى نشوف حاجه تاني. بيكسري تكست تو ايمج. طيب خلينا نقول له اهو واقول له سبميت. يبدا بقى هو يكون لي الصوره. ما دام لقيت جيت هاب بتعرف ان الحاجات دي اوبن سورس يعني تقدر تاخد الكود وتقدر ان انت تعدل عليها. فعمل لي الصوره دي وللامانه مش عاجباني. طيب تعال نشوف موقع اخر. قلت له اعمل لي صوره فجاب لي الصوره ديت. هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو. تمام. طيب تعال نشوف دوت كود سونيك ده انا جربته بيعمل كويس. فعمل لي الصوره ديت وجاب لي صور ناس تانية اللي عاملاها قريبه فجميله يعني. طيب تعال ندخل في اللي بعد كده. الموقع ده برده جاب لي هي شويه صور كويسه. اخر واحد ده تطبيق بيشتغل على الاندرويد وبيشتغل على الايفون فمش هنقدر نجربه لكن هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. دي اهم المواقع اللي لقيتها فعلا جميله. طبعا الميدجورني كويس والباقي برضه هسيب لكم تجربوه وتشوفوا ايه الحاجه اللي عجبكم ان شاء الله. ويا ريت تكتبوا لنا رايكم في التعليقات.